تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. أحمد ابن طولون، الدولة الوطنية في الإسلام، في كتاب الجديد الهندسة السياسية فصل بهذا العنوان، بعض النقاشات مع بعض الأصدقاء بهذا الصدد رأيت أن أوضح بعض الأمور. نمرة واحد، مصر هي أول دولة إسلامية بمعنى دولة وطنية في الإسلام. أيام الخلافة العباسية ومع تدهور الخلافة العباسية، وطبعا الخلافة بين قوسين لأنه من بعد الخلافة الراشدة والخلفاء الراشدين تحول الأمر إلى ملك عضوض وإلى ملك وراثي وإلى دول إمبراطورية. إحنا بنقول الدولة الأموية، الدولة العباسية، الدولة الفاطمية، الدولة العثمانية، إنما البعض بيصر إن هو يقول خلافة، إحنا برضو بنقول خلافة مجازا، إنما من الناحية الشرعية والعلمية صعب وصفها بالخلافة لأنها دول وإمبراطوريات وراثية هدفها الرئيسي هو الحفاظ على السلطة والتوسع من أجل أن يزيد الملك، حتى لو خلصت النوايا لكثيرين من الخلفاء أو من السلاطين والملوك والحكام. إنما اللي عايز أقول حضراتكم إن في ظل الدولة الأموية وبعد كده الدولة العباسية تدهورت الأمور في عهد الدولة العباسية، فنشأت الدولة الوطنية في الإسلام، اللي هي دولة لها حدود، جواها شعب، عليها سلطة. هذه الدولة بتمارس مهام سيادية قوية ولها مكانة في العالم الذي عاشت فيه في ذلك الوقت. أول دولة وطنية بالمعنى الجاد في تاريخ الإسلام هي الدولة المصرية في العهد الطولوني. إحنا بنقول النظام الطولوني، دي مش دولة غير الدولة المصرية، هي الدولة المصرية في زمن أحمد بن طولون وخلفائه الإخشديين، بعد كده المماليك، كل دي نظم، زي ما تقول نظام الرئيس عبد الناصر، نظام الرئيس السادات، نظام الرئيس مبارك، نظام كذا. يعني بتقول كلمة نظام مش معناه دولة جديدة بالمعنى الحرفي، وإنما نظام سياسي جديد في الدولة الواحدة اللي هي الدولة المصرية. أحمد ابن طولون أسس أول دولة وطنية قوية في الإسلام لما لقى الدولة العباسية تتداعى وتنهار، أسس الدولة الوطنية المصرية في ظل الإسلام ما تسمى بالدولة الطولونية، وعمل علاقة كويسة مع ما بقي من الدولة العباسية، نقدر نقول كومنولث إسلامي، وده ممكن يكون أول كومنولث إسلامي. هذا التعبير سمعته قبل كده من الأمير الحسن بن طلال، حدثني عن أن الكومنولث الإسلامي هو الأنسب للدول الإسلامية المترامية من السنغال إلى إندونيسيا. إنما ممكن نقول إن قبل أكثر من 1000 سنة أحمد ابن طولون كما جاء في كتاب الهندسة السياسية هو أول من أسس لعلاقة كومنولث بين الدولة العباسية وبين الدولة المصرية في عهد أحمد ابن طولون، وبالتالي لم يكن هناك صدام. البعض من المتشددين شايف ان لازم تكون دولة مركزية واحدة لجميع المسلمين، وان اي خروج على هذه الدولة من قبل دولة وطنية اخرى ده مخالف للشرع. انما في الواقع في فتاوى جادة وقوية سمعتها وتناقشت بشأنها مع العلامة الشيخ عبد الله بن بية الذي قال ان الدولة الوطنية لها اسس شرعية في الاسلام. وفي رأي الشيخ بن بية ان دولة النجاشي في الحبشة إثيوبيا حاليا في عهد الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم هي أول دولة وطنية في الإسلام، إنما عشان ما فيش معلومات كافية عن الدولة في عهد النجاشي، إنما كانت قائمة في ظل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على رأس الدولة الإسلامية وطبعا النبوة في ذلك الوقت. ومع ذلك لم يمنع الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم النجاشي من أنه يكون على رأس دولة في الحبشة، دولة النجاشي إذا جاز التعبير. إنما أول دولة نقدر نقول دولة وطنية جادة في تاريخ الإسلام
هي الدولة الطولونية أو الدولة المصرية في عهد أحمد ابن طولون. أحمد ابن طولون حضراتكم من عمالقة الهندسة السياسية. لما تولى حكم مصر قدر يشتغل على محاور كتيرة، شغل ممتاز جدا جعله من كبار القادة في تاريخنا. اشتغل على المعمار الإسلامي المهيب، فأسس جامع أحمد بن طولون من أجمل وأكبر المساجد في العالم. أسس مستشفى أحمد بن طولون، أول مستشفى حديث في العالم. يعني قبل مستشفى أحمد بن طولون مفيش مستشفى حديث في العالم، لا في مصر ولا خارج مصر بهذا المعنى المؤسسي. قبل 1000 سنة حضراتكم، أكتر من 1000 سنة، في عهد الزعيم المصري أحمد ابن طولون، كانت مستشفى ابن طولون في القطائع القاهرة. كانت هذه المستشفى أو هذا المستشفى اللي يروح هناك بيغير ملابسه، بيلبس ملابس المرضى في ملابس خاصة للمرضى. أيضا إن هو بيقيم إقامة دائمة في المستشفى لغاية ما يخرج، إن هو في وجبات يومية، 3 وجبات لهذا المريض حتى يتم شفائه، إن في صيدلية في مستشفى ابن طولون بيقدر ياخد منها الدواء، إن هو لو عنده أمانات من ملابس أو معاه أموال أو ما إلى ذلك، كل ده بيحطه في قسم الأمانات في المستشفى. تكلم على مستشفى في مصر قبل أكتر من 1000 سنة، إن المريض يروح العلاج مجانا، العلاج مجانا لكل المصريين. نمرة 2، إن هو بيلبس ملابس عشان ما ينقلش أي عدوى قبل أكتر من 1000 سنة، إن هو ليه وجبات داخل المستشفى قبل أكتر من 1000 سنة، إن في صيدلية موجودة في مستشفى ابن طولون بياخد منها العلاج اللي بيقرره الطبيب. تكلم على نموذج حديث تماما زي أي مستشفى أمريكي أو أوروبي أو مستشفى حديث في مصر أو أي بلد في العالم الآن. الكلام ده كان أكتر قبل أكتر من 1000 سنة. يبقى أسس القطائع، وكمان عمل مسجد أحمد بن طولون ومستشفى أحمد بن طولون، أضف إلى ذلك بقى نهضة زراعية كبيرة، عمل قناطر وعمل حفر بعض الترع وأقام الجسور وعمل نهضة زراعية، كمان نهضة صناعية. صناعة النسيج تقدمت جدا في عهده، ومصر في صناعة الكتان كانت متقدمة جدا في عهد أحمد ابن طولون. يبقى القول إن البعض هيقول إن أحمد ابن طولون مش مصري. طبعا ده كلام فارغ، هو زعيم مصري من أصل غير مصري، واتناقشنا قبل كده في هذا الموضوع، وفي تفصيل علمي وتاريخي مطول في كتاب الهندسة السياسية. أحمد بن طولون من أصول غير مصرية، الزعيم محمد علي باشا من أصول غير مصرية. نعم، محمد علي مصري وأحمد طولون مصري، وكل هؤلاء القادة مصريون، إنما من أصول غير مصرية. البعض هيقول لي مش معنى بتعتبره مصري من أصول غير مصرية منقول إن هو حاكم أجنبي وخلاص. ده كلام مش مظبوط، لأن الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا هي ألمانية، والدها مباشرة ألماني. يعني والد الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا مباشرة، مش جدها الكبير، يعني هي ولدت لأب ألماني. في حد بيقول الملكة اليزابيث ألمانية؟ الملكة أو القيصرة كاترين في روسيا ألمانية. حد بيقول إن كاترين ألمانية؟ قيصرة روسية. نابليون بونابرت دفعة محمد علي باشا، نابليون بونابرت مواليد جزيرة كورسيكا التي لم تكن فرنسية، واسمه أصلا إيطالي، نابليون بونابرتا، علشان يحارب فرنسا ياخد بحق عمه الذي قتل في الحروب، عمه الإيطالي نابليون بونابرتا. فده مش بس إن هو مش فرنسي، ده تسمى على اسم عمه اللي الفرنسويين قتلوه عشان يطلع ضابط إيطالي علشان يحارب الفرنسيين، ومع ذلك بقى فرنسي. وحتى وهو ضابط فرنسي كان بيفكر إن هو ينقلب وإن يحارب الفرنسيين. في أي حد في العالم بيقول إن نابليون بونابرت إيطالي مش فرنسي، أو الملكة اليزابيث ألمانية
مش بريطانية، وإن القيصرة كاترين ألمانية مش روسية، وكذلك الملك كارل جوستاف ملك السويد اللي بيسلم كل شهر ديسمبر جائزة نوبل ليس سويديا في الأصل. هل حد بيقول إن ملك السويد اللي بيسلم جائزة نوبل ما هوش سويدي؟ اشمعنى بنيجي بقى على أحمد بن طولون ونقول إن هو مش مصري؟ هو من أصل غير مصري، إنما أصبح مصريا زي نابليون من أصل غير فرنسي لكنه إمبراطور فرنسي، زي الملك كارل جوستاف من أصل غير سويدي لكنه أصبح ملكا سويديا، وكذلك الملكة اليزابيث من أصل غير بريطاني لكنها ملكة بريطانيا. عد بقى موجود في كتاب الهندسة السياسية نماذج كتيرة جدا لقادة في العالم مش من بلدهم، فعشان كده بنقول أنه من أصل كذا لكن هو يمثل الوطن الذي عاش فيه ونمت فيه تجربته. الزعيم الوطني المصري أحمد بن طولون الذي كان من عمالقة الهندسة السياسية في الداخل، من نهضة زراعية وصناعية إلى مسجد عظيم إلى مستشفى عظيم إلى مدينة القطائع إلى تأسيس علاقة كومنولث مع العالم الإسلامي الدولة العباسية وقتها، هو نموذج للهندسة السياسية وهو مؤسس أول دولة وطنية في الإسلام. أين تقع حافة الفضاء؟ في مصطلح اسمه حافة الفضاء، احنا في كوكب الأرض، كوكب الأرض ده بنتكلم بقى على الهواء اللي احنا كلنا بنتنفس منه الأكسجين، بنمشي لغاية ما نصل اللي يركب طيارة اللي بعد كده ممكن يبقى في مستويات أعلى لغاية ما نطلع بره الغلاف الجوي. المنطقة بقى اللي هي بين الغلاف الجوي بتاع كوكب الأرض وبين بقى الفضاء الخارجي، فالمنطقة دي المنطقة الفاصلة بين الغلاف الجوي وإنك بقى تطلع بره الغلاف الجوي تبقى في الفضاء، دي منطقة في كلام عن ارتفاعها هي على بعد قد إيه. لو احنا طلعنا من هنا من كوكب الأرض بشكل رأسي أو عمودي كده نطلع إيه، 10 كيلو، 20 كيلو، 30 كيلو، أين ينتهي الغلاف الجوي وأين يبدأ الفضاء الخارجي؟ أين حافة الفضاء؟ الحقيقة الاتحاد الدولي للطيران قبل كده قال إنه على ارتفاع 100 كيلو، يعني أدي كوكب الأرض هو تطلع بقى كيلو 2 3 10، اطلع لغاية 100 كيلو، على ارتفاع 100 كيلو يوجد نهاية الغلاف الجوي ويبدأ بقى الفضاء بعد كده، وإن اللي تحت 100 كيلو اللي بيطير تحت 100 كيلو ده يبقى طيار، أو يبقى ده كله ده ملاحة جوية وعلم طيران، إنما فوق 100 كيلو بنتكلم بقى على علم الفضاء. يبقى إذن الاتحاد الدولي للطيران قال قبل كده إن هنفترض وإن هو قرر إن بشكل مبدئي لغاية 100 كيلو تحت 100 كيلو يبقى طيران، فوق 100 كيلو يبقى فضاء، تحت 100 كيلو علم الطيران، فوق 100 كيلو يبقى علم الفضاء. أمريكا قالت أكتر من 80 كيلو اللي يطير فوق 80 كيلو يبقى رائد فضاء، 80 كيلو نازل يبقى طيار. ما هنتكلم بقى لو في وظيفة يبقى اللي بيشتغل داخل الغلاف الجوي طيار، خارج الغلاف الجوي يبقى رائد فضاء. ده الفرق بين الطيار ورائد الفضاء من حيث الشكل أو من حيث المساحة اللي بيتحرك فيها. فالأمريكان بيقولوا أو بيقرروا إنه أكتر من 80 كيلو اللي يتواجد أعلى من ذلك يبقى رائد فضاء. وكالة ناسا قالت إن الغلاف الجوي ينتهي علميا في تقديرها عند 122 كيلو بعد 122 كيلو يعني الكيلو 123 بيبدأ على طول الغلاف الجوي ينتهي ويبدأ الفضاء الخارجي. يبقى إذن افترض المسافة من هنا لإسكندرية، يبقى البعض بيقول إن المسافة من هنا لطنطا مثلا 80 كيلو من القاهرة طنطا ده يبقى الغلاف الجوي، اللي يمشي أبعد من كده بقى في إطار علم الفضاء بقى رائد فضاء. البعض بيقول لأ نمدها لغاية دمنهور، وبعد دمنهور يبقى في هذه الحالة بنتكلم على الدخول إلى الفضاء الخارجي تقديريا. يبقى إذن أمريكا بتقول إن رواد الفضاء اللي هم أعلى من 80 كيلو، وكالة ناسا بتقول إن رواد الفضاء أو الفضاء الخارجي يبدأ من 122 كيلو.
معاهدة الفضاء الدولية قالت انه ما فيش سيادة بقى فوق ال 122 كيلو دول، يعني من اول الكيلو 123 ما فيش سيادة لحد، انما اي دولة تشتغل براحتها، ما فيش سيادة لدولة معينة ولا عاصمة معينة. بعد كده في السبعينات معاهدة اسمها معاهدة القمر. معاهدة القمر 79 قالت ان الأمم المتحدة الجمعية العامة اللي تقرر السيادة والحقوق وما إلى ذلك في الفضاء الخارجي. هذا الكلام بنقوله بمناسبة إيه؟ ما هو الجديد اللي خلينا نتكلم عن حافة الفضاء، أو أين ينتهي الغلاف الجوي، أو أين يبدأ الفضاء الخارجي؟ وكالة ناسا هذه الأيام في أوائل 2018 أطلقت مشروع من جيانا الفرنسية، هذا المشروع اسمه المهمة جولد. المهمة جولد الهدف منها أن العلماء يدرسوا المنطقة الفاصلة بين الغلاف الجوي وبين الفضاء الخارجي. يبقى ما نيجي بقى عند الكيلو 123 بنشتغل بقى في هذه المهمة اللي هي المهمة جولد، اللي وكالة ناسا بموجبها أو من خلال هذه المهمة هتدرس المنطقة الفاصلة أو نهاية الغلاف الجوي، بداية الفضاء الخارجي، المنطقة الفاصلة بين ما هو جوي وما هو فضائي. والحقيقة طبعا الإنسان عنده طموح كبير جدا إن يطلع خارج الغلاف الجوي. ناس كتير عندها هذا الطموح، بعضهم كان محظوظ لأنه كان رائد فضاء، البعض الآخر طلع في المستقبل إنه ممكن يكون في سياحة إلى الفضاء الخارجي. مش لازم تكون رائد فضاء علشان تسافر برة، إنما يكون معاك 200,000 دولار ثمن التذكرة لأنك تخرج برة الغلاف الجوي وترجع مرة أخرى. وشركة سبيس إكس عاملاها إنك تطلع دقيقتين برة الغلاف الجوي وترجع ب 200,000 دولار، يعني 100,000 دولار في الدقيقة تقريبا. العالم كله كان مشدوه كده، هو بيبص وهو يتأمل ويستغرب تماما ازاي احد المغامرين قدر يطلع الى حافة الفضاء الى نهاية الغلاف الجوي وعمل اعلى قفزة في العالم من قرب الفضاء الخارجي الى سطح كوكب الارض. النازية والنازية المضادة في امريكا. في مصطلح الفاشية طلع في القرن العشرين، الايطاليين اول ناس قالوا المصطلح. مصطلح الفاشية بمعنى الديكتاتورية البغيضة اللي بتقود إلى حروب شديدة، القومية المتطرفة اللي بتحتقر الآخرين وتسبب في حروب، وتسبب أيضا في إلغاء الديمقراطية وحقوق الإنسان تماما. الفاشية ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى، هذا المصطلح ظهر بعد الحرب العالمية الأولى 1919، كان صعود الفاشية في العالم. ربما البعض قال هذا المصطلح قبل كده، إنما صعود الفاشية في العالم والاستخدام الكثير لهذا المصطلح كان بعد نهاية الحرب العالمية الثانية اللي انتهت 18، وبعدين من 19 كان بداية صعود هذه الفاشية كإحدى النتائج الفكرية والسياسية للحرب العالمية الأولى. في الستينات الفاشية كانت عنصرية، فالناس الفاشيين كانوا بيقولوا ان البيض في خطر ولازم نحافظ على البيض في مواجهة السود والملونين. فكان في حركة اسمها كي كي كي، غير بقى بكي كي اللي هي التركية، في كي 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 كانت موجودة في الستينات في امريكا. دي قتلت ناس كتيرة جدا من السود، من الملونين، من حتى البيض المتعاطفين مع السود او ملونين. كانت حركة ارهابية بغيضة جدا. لما طلعت حركة كي 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 تبقى حركة مضادة ليها، الحركة اسمها أنتيفا. حركة أنتيفا المضادة لحركة كي 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 ديت بتقول انه لازم نقف ضد الفاشية وضد العنصرية ولازم نقاوم هؤلاء الناس. لكن بعد كده الناس دول اللي هم أعضاء في أنتيفا، بعض الصحف وسائل الإعلام بتقول هم كمان بقوا فاشيين، فبقت فاشية وفاشية مضادة، أو نازية ونازية مضادة، أو أفكار عنصرية وأفكار عنصرية مضادة. النازية الجديدة في أمريكا ماشية على مستويين عنصريين.
العنصرية بسبب اللون، العنصرية بسبب الدين. بسبب اللون فكل الناس اللي هم بشرة سوداء أو ملونة أو بشرة صفراء، عرب، لاتين، جايين من المكسيك أو أمريكا اللاتينية، جايين من الهند، جايين من الصين، جايين من آسيا، أي مكان في القارة الآسيوية، كل هؤلاء سود آسيويين ملونين عرب مكسيكيين، كل دول نتيجة البشرة غير البيضاء، فالحركات العنصرية بتستهدفهم، دي النازية الجديدة. أو نتيجة الدين، إذا مسلمين أو يهود، لأن النازية الجديدة معادية أيضا لليهود، بس هي كمان معادية للمسلمين. فالنازية الجديدة معادية للأديان غير المسيحية، ومعادية للبشرة غير البيضاء. وهذه الحركة قويت جدا بعد وصول الرئيس ترامب إلى السلطة. فدلوقتي بقت النازية الجديدة في أمريكا متواجدة بقوة، صوتها مرتفع، طبعا مش بتحكم أمريكا ولا موجود على نطاق يهدد أمريكا، إنما معدل الصعود خلى البعض يقول إن ممكن مع الوقت تكون أمريكا في خطر. لما النازية الجديدة ظهرت بهذا المستوى وعدائها للمسلمين ولليهود وعدائها لكل الملونين ولكل غير البيض، وكلامها إن البيض هيتحولوا إلى هنود حمر وينقرضوا إذا ما كانوش دلوقتي يبدأوا باضطهاد السود والملونين، كل هذا الكلام خلى حركة أنتيفا تقوى تاني من جديد في مواجهة هذه الحركات النازية الجديدة. حركة أنتيفا بتقول إن هم بينبهوا الناس لخطر الفاشية وخطر النازية الجديدة وخطر العنصرية ضد الملونين وضد غير المسيحيين البروتستانت، إنما في الواقع البعض بيقول إن هم كمان بقوا فاشيين، وبقت حركة أنتيفا حركة فاشية مضادة لحركات فاشية موجودة. ففات أمريكا موجودة فيها نازية ونازية مضادة. هنا بنذكر بكلام الرئيس باراك أوباما في منتدى شيكاغو الاقتصادي، اتكلم فيه قبل كده وقال إنه لو تركت حديقة الديمقراطية دون رعاية سوف تنزلق أمريكا نحو النازية. إن الديمقراطية شبهها الرئيس أوباما إنها حديقة محتاجة ليرويها باستمرار، وإذا ما تمش رواية هذه الحديقة باستمرار تتحول أمريكا إلى النازية. وقال ما تنسوش إن هتلر وصل إلى السلطة في ألمانيا بطريقة ديمقراطية وتسبب بعد كده في قتل 60 مليون إنسان، وبالتالي لابد ننتبه حتى لا تنزلق أمريكا نحو النازية أو الحكم الديكتاتوري. وقال رئيس أوباما فيها شاشة في الديمقراطية الأمريكية، وإن هي قابلة تنزلق نحو النازية، وإن لابد أمريكا تنتبه، وإلا في لحظة زي ما حصل في ألمانيا في لحظة حكمت النازية ألمانيا من قبل، يمكن أن تحكم النازية أمريكا. البعض بيقول مستحيل المؤسسات الديمقراطية، الجامعات، منظمات حقوق الإنسان، المجتمع المدني، كل ده كان موجود في ألمانيا، ومع ذلك وصل هتلر، وصلت النازية، وحصل الحرب العالمية الثانية ومات 60 مليون. ممكن نفس السيناريو تكرر حتى لو موجودة جامعات وجامعات حقوق إنسان ومجتمع مدني قوي، ممكن في لحظة تسرق الديمقراطية في أمريكا وتصل الحياة السياسية الأمريكية إلى الحقبة النازية، حسب تحذير الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.